الواحد بيبقى سعيد لما بيبقى داخل على أي حاجة كبيرة وعظيمة. تخيل إن أنت داخل دلوقتي على ملك مصري قديم، الملك رمسيس الثاني، أعظم ملوك مصر، على الواحد من أعظم ملوك مصر على الإطلاق، تمثاله المهيب والعظيم اللي موجود في ميت رهينة. يعني هو مثال لعظمة وجمال وإتقان الفن المصري القديم على أروع ما يكون وعلى أحلى ما يكون وعلى أجمل ما يكون. طبعا تيجان الأعمدة الجميلة على اختلاف يعني أنماطها، وطبعا ده التمثال المهيب من فوق. يعني حقيقي لك أن تتخيل يعني من أول إلتاج، مرورا بالكوبرا، مرورا بالوجه، مرورا بال يعني الكوسماتيك لاينز والآي بروز، مرورا بالدقن وأسمائه اللي موجودة على أماكن كتير من جسده، يعني حاجة للنقبة الملكية. وطبعا يعني الملك عشان يظهر في قمة الجلال والكبرياء والعظمة، فالماسلز أو العضلات الموجودة في كل يعني جسمه. هذا ملك مصر، هذا ملك مصر العظيم رمسيس الثاني، يعني من أعظم من حكموا البلاد المصرية على الإطلاق. ويعني آثاره ومنشآته المعمارية هي تغطي القطر المصري من أقصى الشمال لأقصى الجنوب في كل حتة. إسهاماته المميزة في معبد الأقصر ومعبد الكرنك، الرامسيوم في البر الغربي، يعني رائعته المعمارية في معبد أبو سمبل له ولمحبوبته الملكة العظيمة نيفرتاري، ومقبرتها العظيمة اللي معمولة في وادي الملكات. يعني حقيقي تحية لهذا الملك العظيم المصري الأصيل. حبيت بس ان انا اصور التمثال بتاعه. شكرا لكم.